تتسابق شركات الهواتف على طرح أجهزة أكثر حداثة وتتنافس في تطوير تطبيقات باتت من الضرورات في حياتنا، حتى سيطرت الهواتف الذكية على تفاصيلنا اليومية. لكن بعض الأشخاص، وعلى قاعدة من لا قديم له لا جديد له، ما زال يؤمن بأبو لمبة. ليش عم تستعمل التليفونات القديمة؟ تليفون منه زمان، ما ولا نهار غلط ولا نهار عمل شيء، ماشي مت تك 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 على المية مية. إذا بتجيبي بدي لك إنترنت، بتعدي بالسيارة بتعملي لك حادث، بدك تقرأ لك قصة حياته الواحد، يصير واتساب وإنترنت وبطيخ مسمار، هذا ما في شيء. بس ألو تضرب منك ألو بيرد دغري على السريع. ما بيهمني لأنه ما عندي هالمراء بهالشيء، يعني حسب ما بشوف مشاكل وناس ورا التليفونات ورا القصص هاي، فما ما عندي مراء يعني انه احمل تليفون جديد انه قديم. ما بعرفش، بعرفش بجديد، بعرف بحط له في شيء بعايره برجع بشيله بحكي الو بس بجلسه، لانه اذا انطفى معي جديد بتحكيني ما بتلاقينيش بالهيدي بتقدر تفكرني وين رايح مع شيء وحده. الا ان هناك ميزه اخرى لهذا الهاتف بحسب مستخدميه. بفتره الحراك الشعبي كثير صار في رد اذا بدك على التليفونات القديمه، عدة أسباب، أبرزها أول شيء طول البطارية، نرش المتظاهرين بالماء، بالاعتقالات بشكل عام كان دائما في خوف إنه ينحط برامج تعمل تراكينج وتسجل كل شيء من أجهزة الأمن. فما نسبة مستخدمي هواتف أبو لمبة؟ طلبهم صار كتير قليل نسبة للسمارت فون، تاتش سكرين، الواتساب وهيك، يعني بينطلب نسبة كتير، الواحد بالألف، اثنين من الألف. إمكانيات التعقب عليه هي تكاد ضئيلة جدا بسبب أن هذه الهواتف الخليوية القديمة غير مؤهلة بالصفات والمميزات التي هي حاليا مبنية على الاتصالات الذكية. أن نوعين من الهواتف القديمة هي أنالوج، إمكانياتها محدودة جدا، بالمقابل أن الأجهزة الرقمية الخليوية التي تعتمد على كافة التطبيقات التي لا تتحملها الهواتف الذكية، والتنصت والتعقب عادة بيصير على الخدمات الموجودة لدى الهواتف. بما أن الهواتف الغير ذكية لا يوجد لها خدمات، بينما في الهواتف الذكية هناك عدد كبير من الخدمات والتطبيقات التي يمكن التنصت عليها. لا هاتف يسلم بشكل قطعي من الاختراق والتعقب، لكن مع تقدم فرص أبو لمبة على الهواتف الذكية يبدو أنه الملاذ الأخير لمن يريد الحفاظ على خصوصيته والتواصل مع الآخرين بأقل خسارة ممكنة. سنة السبلاني، قناة الجديد.